بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم وجبه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل اكله سهله وسريعه وجميله جدا، مش هاخد في ايديك ربع ساعه، بالصوص والبهاريز اللي انتوا شايفينها دي، وما فيش وجع قلب ولا اي حاجه خالص. فراخ بقى في الطاجن مع البطاطس والرز الابيض، حاجه تحفه يا جماعه، ريحه وطعم جنان. بدات فيها 6 الا ربع، خلصتها على الفطار، ما اخدتش في ايديا اي وقت خالص. نعملها بطريقه سهله وسريعه، يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الطاسه بتاعتي على البوتاجاز، احط فيها مكعبين زبده، واحط كمان معلقه زيت علشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش، ما يبقاش ايه لونها غامق، واسيبهم ايه يسيحوا ويندمجوا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا مجهزه الفرخه بتاعتي، جايبه فرخه صغيره خالص حوالي 1.25 كيلو كده، مقطعاها 8 وغسلاها نقعها في ميه وخل، في محلول الميه والخل والليمون، ومخليها بيضه زي الفل زي ما انتم شايفين، ومصفياها من الميه. هبتدي هحطها على الجزء بتاع الجلد علشان ايه تاخد صدمه في الزبده والزيت. انا مقطعاها 8 قطع علشان الطاجن بتاعي صغير، وكمان ايه ما تاخدش سوا كتير. انا قلت بقى حاجه سريعه كده وسهله. هجيب الفلفل الاسود وهبتدي هحط على الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وهحط كمان شويه ملح بسيط قوي عشان لسه هحط تاني. تمام، بعد ما تاخد صدمه هبتدي اقلبها على الناحيه التانيه علشان برضو الجزء التاني ياخد صدمه، اهو بالشكل ده كده. بعد كده انا عندي توابل، ملح وفلفل، ورق لورا، بابريكا، بهارات فراخ، توم باودر، شويه زعتر. انا الحقيقه ما كانش عندي بصل باودر، لو انت عندك ممكن تحطي. قلبتهم كلهم على بعض، حطيت ورقه اللورا وخدت شويه من التوابل دي وحطيتها على الفرخه كده من على الوش، وسبت جزء من التوابل، يعني ما حطيتش التوابل كلها. تمام، هبتدي بقى اركن الفرخه بتاعتي كده في جنب كده في الطاسه على جنب زي ما انتم شايفين. مجهزة بقى بصلة مفرومة ناعم، احطها في الجزء ده تدبل بس كده وتاخد اللون وبتاع التوابل اللي احنا حاطينها. نقلبها تقلبتين تمام كده، اهو يدوبك دبلت. هنزل عليهم بتلات بطاطسات مقطعة مكعبات، لو مش عايز تحطي بطاطس مش مشكله، بس لو في اطفال في البيت مستحب ان انت تحطي بطاطس علشان يعني تساعدهم ان هم ياكلوها مع الرز وكده. باقي التوابل بتاعتي هرشها على البطاطس، مش قادره اقول لكم بقى الريحه كانت عامله ازاي وشكل البطاطس بصراحه لما حطيت عليها باقي التوابل بتاعتي اللي انا عاملاها، مخليه ريحتها وشكلها، بصوا شوفوا لونها تحفه، تتاكل نيه، ما بالكم بقى بالطعم. هقلبها تقلبتين كده مع البصله ومع البهارات، وبعد كده هروح دمجة كل اللي في الطاسه مع بعض، البطاطس مع الفراخ، اخدهم تقلبتين كده مع بعض زي ما انتم شايفين. تمام كده، تمام وزي الفل. الكاتل عندي طبعا انا بحب احط فيه ميه سخنه على طول عشان ازود منه الاكل اول باول. احط كوبايتين ميه سخنه تكون بتغلي اهو زي ما انتم شايفين، واخليها تاخد يا دوبك غلوتين. في الوقت ده انا كنت قبلها حاطه الطاجن في الفرن علشان يسخن، عشان زي ما قلت لكم قبل كده ما ينفعش احط اي اكل في الطاجن، من لازم يكون سخن جدا علشان كمان بتساعدي ان هو الاكل يخلص بسرعه اهو زي ما انتم شايفين. انا طلعته من الفرن وهبتدي بقى ايه احط فيه الفراخ والبطاطس. شايفين الطاجن سخن ازاي؟ لما حطيت فيه البطاطس عمل كانه على النار. احط بقى الفراخ كده واحط الصوص والبهاريز بتاعت البطاطس والحاجات دي كلها. بالنسبة للبهاريز اللي في الطاسة دي انا مش هسيبها، حطيت فيها شوية مية واخدتهم وحطيتهم على الطاجن بتاعي. لو حسيت ان الطاجن محتاج كوباية مية تاني ممكن تزوديه كوباية مية، بس تكون مغلية، خلي بالكو علشان الطاجن بيتعامل معاملة البايركس بالظبط، مينفعش نحط له فيه ميه ساقعه خالص ولا نطلعه على رخامه مبلوله ولا اي حاجه. هنحطه في الفرن ونسيبه بقى
براحته، ما نغطوش ولا اي حاجه، هو كده كده اصلا سخونيه الطاجن هتسويه. في الوقت ده بقى هبتدي اعمل الرز بتاعي. حطيت مكعبين زبده وعليهم معلقتين زيت، الزيت طبعا بيلمع الرز وبيديله لون جميل كده ويخليه مفلفل. غسله الرز بتاعي حسب الكميه اللي انت عايزاها، بحب احط الرز على الزبده والزيت واخدهم تشويحه كده مع بعض علشان يبقى مفلفل وكله ايه متغلف بالزبده والزيت كويس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بعد ما قلبته هحط الملح بتاعي. انا برضو مجهزه الميه السخنه بتاعتي، هقلب الملح مع الرز وهبتدي احط الميه على الرز والطاجن بتاعي في الفرن. يعني الحكايه كلها ما اخدتش في ايديا ربع ساعه خالص او 10 دقايق، كان على الفطار كل حاجه جاهزه. هقلبه تقلبتين كده تمام، وانزل الرز اللي في الجوانب وابتدي بقى اغطيه، واول ما هيغلي هوطي عليه وهسيبه يستوي براحته، ونيجي بقى نشوف ايه الطاجن بتاعنا اخباره ايه. الرز كمان بتاعنا كمان اهو خلص، هنبتدي بقى ايه نحط الاكل بتاعنا ونشوف هنقدمه ازاي وطريقته عامله ازاي تفتح النفس على السفرة. بصوا عايزه احط شويه من الصوص اللي هو بتاع البطاطس ده على الرز كده، شايفين هيديني شكل حلو قوي. بصوا كده شويه البهاريز دي بقى كلها كده بالشكل ده كده تمام. انا رايي ان الفراخ تفضل زي ما هي كده على وش الطاجن، او عايزه تحطيها على الرز زي ما انت عايزه. كده الاكله بتاعتنا النهارده خلصت، اللي هي طاجن الفراخ بالبطاطس، او ممكن تعملي غير بطاطس مع الرز الابيض، حاجه جميله جدا يا جماعه وشكله بيشهي. بتمنى ده يعجبكم ان شاء الله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.